ويا سلام، يوم جديد من خلال هذا الفاصل الجميل. ومستكملين معكم أعزائنا المشاهدين حلقتنا لليوم وحتى العاشرة صباحا، دائما بهذه الإطلالة المتجددة. قافلة يوم جديد حاضرة معنا من مواقع متعددة، كما اعتدتم علينا من خلال الزملاء والزميلات بربوع الوطن الحبيب والغالي. رشا عصفور حاضرة معنا اليوم من مدينة السلط، وتحديدا من مسجد السلط الكبير، من قلب وداخل مدينة السلط الحبيبة على قلوب جميع المشاهدين كباقي المدن الأردنية. رشا، صباحك سعيد وهذه الإطلالة الجميلة الصباحية من خلالك، إليك رشا. شكرا مشحم، صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدينا. يعني مشحم، أيام قليلة بتفصلنا عن شهر رمضان الفضيل. كل عام وكل الأمة الإسلامية والعربية بألف خير، كل عام ويعني مشاهدينا وكل الأردنيين ومن يقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية بألف خير. يا رب نستقبل شهر رمضان المبارك بخير وسلامة وأمن، ويعني دائما إحنا بالأردن نفتخر ب أماكننا السياحية. لكن اليوم مع اقتراب شهر رمضان المبارك رح نحكي عن السياحة الدينية في الأردن، واليوم حبينا أنه نأخذكم في جولة في السلط وهي بتحتوي على أماكن سياحية دينية متعددة. رح يكون عندنا جولتين في هذا الصباح. أول جولة رح نكون فيها نتحدث عن مسجد السلط الكبير الموجود في وسط المدينة أمام ساحة العين، وأبعد هيك رح ننتقل إحنا وياكم إلى مقام النبي يوشع بن نون. هذا المقام اللي يعتبر من أبرز الأماكن السياحية الدينية الموجودة في مدينة السلط، رح نحكي عنهم بشكل مفصل إن شاء الله خلال جولتنا في هذا الصباح. لكن الآن اسمحوا لي أن أقول لكم إحنا الآن موجودين في ساحة العين في مدينة السلط، وبسعدني أنه أرحب بالأستاذ طالب العواملة وهو مساعد مدير أوقاف السلط. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخيرات، الله يسلمك، الله يسلمك يا رب. يعني أكيد إحنا اليوم من خلالك وأيضا من خلال زميلنا أيضا مساعد مدير أوقاف السلط الأستاذ بسام غنايم، حابين نعرف أكثر عن مسجد السلط الكبير، احكي لنا عن نشأة هذا المسجد. بحب أصبح عليكم أول إشي، صباح الخيرات للجميع، صباح الوطن الجميل، صباح سيدنا أبو حسين الله يطول عمره يا رب. نتحدث عن مسجد السلط الكبير، هو الروايات بتقول أنه تم تأسيسه في العهد المملوكي، بعديها تم إعادة بنائه من جديد سنة 1833، وتعاقب عليه هذيك الفترة هنقول المؤذنين والأئمة من العثمانيين حتى جاءوا أبناء المدينة تعاقبوا عليها، وتم إعادة بنائه من جديد لضعف القوى البنية اللي في سنة 1965 بأمر من رئيس الحكومة في حينها، في على البناء الجديد، ويعني خلينا نقول اخفوا كل المعالم القديمه اللي فيه. احنا عم نشوف الحجر الاصفر هلا، يعني اللي ظاهر بالمسجد. بعديها تم توقيع اتفاقيه بين وزاره السياحه ووزاره الاوقاف، وتم اعاده بناء المسجد على الطراز القديم العثماني، على الطراز القديم العثماني سنة 2007، وتم افتتاحه في سنة 2013 قدام المصلين. يعني الحمد لله احنا دائما نعتز بسياحتنا الدينية في الأردن، لكن بدي أسألك هلا، هو عام 2010 تم إعادة ترميمه؟ هو بال 2007 لغاية 2013 خلينا نقول عملوا إعادة بناء له. ايوه إعادة بناء له. نعم. طيب يعني هذا المسجد بدنا ننتقل، اسمحوا لي، إلى الأستاذ بسام سامي غنايم، عفوا أستاذ سامي. يعني هذا المسجد، مسجد السلط الكبير، عمر وتاريخ كبير، أبرز الأئمة اللي تعاقبوا على هذا المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر بداية مدينة السلط يعني لها تاريخ كبير من حيث يعني الأهمية التراثية والسياحية والدينية، وتعد المساجد الموجودة في هذه المدينة يعني شاهد على ذلك، من ذلك مسجد السلط الكبير.
وهذا المسجد مسجد السلط الكبير يعتبر من أهم المنشآت السياحية والدينية في هذا في هذه المدينة، والتي يعتبر شاهد على تاريخ هذه المدينة العريقة. وقد تعاقب على هذا المسجد من الزمن العثماني إلى الآن العديد من المؤذنين، نعم، من ذلك الحاج شريف عبد القادر السختياني، وثم السليم التكروري من مدينة نابلس، وبعد ذلك جاء العديد من المؤذنين. أما من أهم خطباء هذا المسجد من الزمن العثماني محمد بن فهمي بن الشيخ مصطفى القادراني، ثم الشيخ حسن المغربي، ثم بعد ذلك من 1900 آل الكيلاني ابتداء من محمد فهمي الكيلاني والشيخ إبراهيم زيد الكيلاني والشيخ أمين الكيلاني رحمهم الله جميعا. نعم، الله يرحمهم يا رب. بس بما أنه إحنا اليوم موجودين ومعانا اثنين من وزارة الأوقاف، يعني اسمح لي أرجع أيضا للأستاذ طالب، وخلينا نحكي عن يعني مظاهر شهر رمضان المبارك. يعني عم نشوف الزينة بالشوارع منتشرة في مدينة الصلد. استعداداتكم كوزارة أوقاف لاستقبال الشهر الفضيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا ان شاء الله تعالى في ان تقريبا 3 أسابيع شغالين على التحضير للشهر المبارك، من تجهيز المصليات، تجهيز المساجد بشكل عام، تجهيز الخطباء الأئمة في المحافظة بشكل عام، وتجهيز كمان خلينا نقول لشهر الخير بشكل عام. اتصالنا بلجان الزكاة في المحافظة، ترتيباتنا معهم على اساس انه نشوف في توزيعات لهم، شوف نقدر نقدمهم للفقير، للايتام، لها طلاب العلم في هذه الفترة ان شاء الله تعالى. نعم، الله يجزيكم الخير يا رب. سؤالي الاخير للاستاذ ايضا سامي غنايم، يعني صار في عندنا هيك شوية لخبطة، الناس صارت تقول عدد ركعات صلاة التراويح 20 مش 20، خلينا بس نوضح للمشاهدين هاي المعلومة. هي مش خربطة في الحقيقة، يعني تم اللقاء معالي وزير مع وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل مع مدراء الأوقاف ورؤساء أقسام الوعظ والإرشاد في في جميع المملكة في وزارة الأوقاف، التقى بهم وتم وضع الترتيبات النهائية لشهر رمضان، السنة كما هو وارد، وعن ذلك عن الإفتاء في المملكة أن صلاة التراويح 20 ركعة. طبعا هذا حسب المناطق، يعني في القرى يعني إذا المصلين هو يكون ملزم على الإمام والمؤذن، ولكن في بعض المناطق كالقرى يراعى فيها ذلك، إذا يعني لم يصلوا 20 ركعة اكتفوا بصلاة 8 ركعات فالأمر يعني راجع، وفي الأمر يعني سعة وسهولة، ليس كما يتصور عند كثير من الناس. هي حقيقة يعني من باب تطبيق السنة صلاة 20 ركعة في المساجد. نعم، إذن هي ملزمة لأئمة المساجد وليست ملزمة طبعا للمواطنين. كمان بدي أسألك سؤال خطر في بالي، يعني إذا بسمح لي مخرجنا محمد نسور، هلأ هاي الأماكن السياحية الدينية مهمة جدا بالنسبة للأردن، عم بتشكلوا جروبات سياحية عم تستقطبوها بوزارة الأوقاف؟ يتم استقطاب العديد يعني مقربات سياحية في المقامات، خصوصا مقام النبي يوشع والمقام أبي عبيدة، ويتم إعداد ذلك، تزويدنا المديرية فيها بأعداد الزوار لهذه المقامات ويتجاوز عشرات الآلاف. نعم، يعطيكم ألف عافية يا ربي. يعني أنا بدي أتشكرك في هذا الصباح، شكرا لك، صباحكم جميل. وأكيد يعني أعزائي المشاهدين في هذا الصباح، يعني لما بلشنا صباحنا بأمطار الخير، أمطار إن شاء الله يا رب تكون أمطار محبة وسلام على كل مشاهدينا اللي عم بيتابعونا. استنونا بعد شوي رح ننتقل من ساحة العين إلى مقام النبي يوشع بن نون. والشمس كبسمة هي ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل
إذن عدنا مجددا أعزائنا.